السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، صديقاتنا العزيزات ديال الناس وديال المتتبعين. اليوم الإخوان عندنا واحد البوح من نوع آخر، وبصراحة الله يحسن العوان الناس اللي كيكون عندهم مشاكل وكيكونوا هازين مشاكل كبيرة في القلب ديالهم، فالله يحسن العوان. اليوم معنا قصة اش غنقول لكم، حزينة حزينة، إلا سمعتيها لحمك كيبور شعرك. قصة لا كالقصص، قصة ديال واحد الفتاة ليس لها دم سوى أن هاد السيدة هادي عندها واحد الأب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قاست معاه هي والأم ديالها واحد القسوة، واحد الجفاء لله تعالى اللي كيعلم به. فنخليكم مع البوح ديال هاد السيدة هادي اللي هي نجت من الدار البيضاء. هاد السيدة هادي كطلب الآراء ديالكم، من طبيعة الحال الآراء باحترام، كطلب أنكم تعاونوها، كطلب أنكم تواسيوها، كطلب أنكم تكونوا أصدقاء ديالها وتفتحوا معها قلبكم وتعطيوها واحد الرأي اللي غادا ترسى عليه. ما نطولش عليكم، مباشرة بعد الفاصل غادي نلتقيو بالبوح ديال الأخت ديالنا نجاة من الدار البيضاء. أبوح بشوق سرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم، إذا افتخروا بي رموز لهم لنا الفخر بالرجل الأعظم، لنا الفخر بالرجل الأعظم. السلام عليكم خويا صام، كنتمنى تكون بخير وعلى خير، وشكرا بزاف على هذا البرنامج اللي درتي لينا، اللي خوي فيه قلبنا ونشاركوا قصتنا مع الناس وعطونا الآراء ديالهم. انا خويا قصتي مليت ليها الحل، ما عييت، صافي عييت عييت وعيات بيا، ما لقيتش الحل، عييت ما نقلب، عييت ما نفكر، ما لقيتش الحل. عندي امل في الله عز وجل في الناس اللي غادي يسمعوا قصتي يعاونوني ويعطوني الحل، حيت بصح عييت. خويا انا سبب المعاناة ديالي والاب ديالي، كانت كتعاود لي ماما قبل ما تتعرف على بابا بلي بابا دوز في حياته جوج العيالات وماما كانت هي الثالثة، على حسب ما كيعاود ليها هو وعلى حسب ما قال ليها هو. كان المرة الأولى كان كاتب معاها على سنة الله ورسوله، كانوا كاتبينه مجوجين عادي بحال أي جوج مجوجين، ولد معاها جوج وليدات، ولد معاها جوج وليدات وطلبات الطلاق، طلبات الطلاق، طلقات راسها، سمحات في كل شيء، سمحات في حقوقها كاملين، ما طالبت بحتى حاجة، حتى من الحضانة ديال الدراري كسبتهم لي، كسبتها لي هو، واخا الدراري عندها هي غير باش هو ما يبقاش متبوع بالسهر ديال الدراري. وداكشي كتبت لي الحضانة وشدت وليداتها عندها وسمحات في كل شيء، بلات كتقلب على الطلاق. بابا خويا من النوع اللي اش غنقول لك، ندوز جميع انواع البليات، جميع انواع الكباريت دوزهم، دوز الحبس، ما ضرب الحمو، ما خلى ما دار، ما خلى ما دوز،
وما عياش وما تهرش لي الجهد وما تهج من ورا ما تفارق مع المرة الأولى، مش هتعرف على مرة أخرى عندها بنية تزوجوا بيها غير بالفاتحة، لا ورقة على جوج كراو سكنوا مع بعضياتهم بحال أي جوج مجوزين وعايشين عادي، ما كاينش مشكل. واحد النهار طلعت هذيك المرأة حاملة، سمح فيها ومن عرفها حاملة سمح فيها ومشى لمدينة أخرى، سكن في مدينة أخرى، حتى شي واحد ما سايق ليه الخبر، حتى شي واحد ما عارف ليه الأثر. على ما كيعاودوا هي المرأة ولدات وليد، بلات وليد وحطاتو في الحالة المدنية، ولكن ماشي هي اللي حطاتو، ما حطاتش على أساس أنه ولدها، ما عرفتش كيفاش دارو ولا شنو دارو، تحط هذاك الولد على أساس أنه أخوها ماشي ولدها. داز الوقت هنا فين غيتعرف بابا على ماما، تعرف معاها وعاود ليها هادشي كامل وقال ليها انا دخلت سوق راسي وتبت وصافي وبغيت نحل الشيطان وبغيت شي بنت الناس اللي صافي نعيش معاها وترون كيلو صافي. عيت تهديت على ما كان كيقول هو، ولكن هادشي حتى حاجه منه ما كاين. كتقول لي يا ماما مشات عند دارهم وعاودت ليهم القصه ديالو، حتى شي واحد ما قبل، حتى شي واحد في دارهم ما بغى لا باباها لا ماماها لا خوتها، كل شي قال ليها غير احنا ولا هذاك السيد، هذاك السيد هو اللي ما يدخلش عندنا هو اللي ما يجيش عندنا، ضرب لحموه ومخسر راسه ومدوز الحبس ودير هادشي كامل الا هو اللي ما يدخلش عندنا. عادت هزت لاكارت ناسيونال ديالها مشات تكاتبت هي وياه، مشات حطت دارهم امام الامر الواقع، قالت ليهم ما عندي ما غادي ندير ليكم، انا وياه تكاتبنا، بغيتو مرحبا ما بغيتوش غنمشي نعيش انا وياه بوحدنا. ديك الساعه جراو عليها وقالوا لها سيدي منك ليه ما تعرف انا منعرفك، تما تقطعات الصلة نهائيا مع دارهم، بقات غير هي وياه بوحدهم ما عندها حتى شي واحد، ما كاينش عام ديال الزواج. كتقول لي يا ماما رجع الراجل داكشي الاول اللي كان فيه كثر كاع، كل نهار يجي سكران، كل نهار تهريس، كل نهار دقديق، لدرجة ان المهري هو الاخر ما بقاش عنده فين يجمع حوايجهم، ولاو كيجمعوا حوايجهم غير في ميكات وحاطينهم، التلفازه ما عندهم، الماء عند، قالت لي الماء عند، كان تفادت انها دير ما عندي الجاج، ما بقاش كدير ما عندي الجاج، ولاو عندهم ما عندي الميكا، حيت كيهرس الجهاز وكيهز الماس وكيضرب راسو. دوزت معاه المعاناة، فين غتمشي؟ ما عندها فين تمشي، والديها اللي غتمشي عندهم تبراو منها في الدنيا قبل الاخر، حيت دار داكشي اللي في راسها وما سمعتش ليهم، بقات باركه وصابره. وهنا فين كبر المشكل، حملات ماما، حملات بيا انا، بقات صابره ورغم ذلك وعايشه هادشي كله، وكل نهار كيقولوا لها راه راجلك فقنت مع وحده، شفنا راجلك هنا مع وحده اخرى، شفنا راجلك هنا مع هادي، شفنا راجلك هنا مع هادي، ورغم ذلك صابره وساكته حيت ما عندهاش فين تمشي وما عندها لا حليل لا رحيم. بقات ماما مسكينه صابره لا حليل لا رحيم، ما عندها فين تمشي، وتقع كدوي مع ماماها بالتخبيه، وتقع هي دوات معاها وعودت ليها وتشكات عليها كتقول لها انت اللي بغيتي، ما كاينش اللي يفهمها ولا يقول لها. انا ما كنلوش بابا بوحدو، الغلط ديال ماما حتى هي بصح بجوج غلطه. داز الوقت ولدات ماما، ولدتني انا، تساديت انا، كتعاود ليا ماما في النفاس ديالها
هي في النفاس ما باش عندها ما طلع ليها ما شافها النفاس ديالها كامل، وكذلك اللي كنت في السبيطار ما جا ما طلع ليها ما شافها ما شافني ما حتى شي حاجه، والو بحال ما بحال ما مجوش وبحال ما عندوش مسؤوليه بحال ما بحال ما ولدش بحال ما بحال ما كاينينش حنا كاع. نفسات ماما فين نفسات؟ نفسات غير عند جارتها في الزنقة الأخرى اللي من وراها بركت نفسات عندها وباركة معها، هي اللي مقابلها هي اللي ما كاينش اللي قابلها. واحد النهار تجي عندها جارتها باقا في النفاس باقا في سيمانتها الأولى، كتعاود ليا جات عندها جارتها قالت ليها راني كنشوف راجلك غادي مع واحدة أخرى غادي لدارك. كتعود لي ماما قالت لي وقفت بدك الحر ديال الولادة وبدك الحر ديال النفاس ويلا فاتحة، قالت لي وقفت شادة كرشي وشادة ايد شادة بها كرشي وايد شادها في الحيط وغادا كنشوف شنو كاين. فعلا طلعت للدار داكشي اللي كتلقاهم في الدار. قالت لي باش نتفادى الشوهه مع الجيران حيت كانوا كارين غير بيت مع الجيران، قالت لي باش نتفادى الشوهه مع الجيران وباش نتفادى، قالت لي تشديت انا وياها، قالت لي بحال كتجيني من عائلها بحال كنعرفها بحال، وخرجتها من الدار قالت لي وهابطه انا وياها في الدروج وحياتي زعما بحال ما كاين حتى حاجه باش ما نتشوهش على الجيران. باش هادي وحده من بزاف. دازت المده ولا بابا بغى يتفارق مع ديك المراه، خلات ما دارت ما خلات والو حتى صافي. هي تقبلات الموضوع، هي تقبل، هي ولات كتقول ليه هالعار في الزنقه دير معها اللي بغيتي غير مني جي للدار طفي تليفونك وعطينا وقتنا ودير بحال ما كاين حتى حاجه وفي الزنقه ديال اللي بغيتي شغلك هذاك. دازت المده وكبرنا ودخلت المدرسه وليت كنقرا، واحد النهار ناعسين في غرق النوم حتى كتجي كتدق علينا مرا هزه ولد وكتخوت وجمعت علينا الجيران واحد الشوهه ما كاين ما نقول لك واحد الشوهه ما تصورش ما مين ما طيحش لك على البال وما تبغيهاش لعدوك ما تبغيش ليها الشوهه. كتغوت وقالت لينا هذا، كتغوت وكتقول لينا هذا ولد كتقول لينا راه ولدو ولا يحوم ما باغي يدير معاه حتى شي حاجه ما باغي يدير معاه حتى حاجه ما باغي يحطو في الحاله المدنيه ما باغي يدير معاه ما بغاش يدير اللازم. ولاحت لينا الدري الصغير وقالت لينا خدود وسيروا الله يعاونكم، غير الجيران اللي شدوها وقصوا كيطلبوا فيها وعطاوها الدري وقالوا لها راه هما ما عليهم حتى شي حاجه سيري منك ليه. دازت واحد العذاب وعشنا واحد العذاب ما يمكنش ما يتصورش. ربي بوحدو اللي عالم بيه، كل نهار صداع وكل نهار تراس وكل نهار دقديق، وحياتنا مشات غير حيل من دار لدار من بيت لبيت نتحولوا من هاد البيت ونمشيو لبيت الاخر ويلا يلا ما ندير صحابات ويلا ما نتاقلم ويلا ما نولى في المدرسه نتحول تاني ونمشي لمدينه اخرى تاني ونمشي لقنت اخر تاني وبلاصه اخرى. هكا بقات حياتنا. كبرت وقريت خديت الباك ديالي ودرت لها فهك، خديت الليسانس ديالي ودفعت التعليم ودوزت الامتحان ديال التعليم وتقبلت وتخرجت والسعادة. وهنا فين غيبدا المشكل خور من جهة أخرى عاوتاني، في المدرسة اللي كنت كنقري فيها أنا تعرفت على واحد الأستاذ، بقينا مع بعضياتنا واحد المدة ديال 6 شهور. الأستاذ بغى يجي لدارنا
ناوي المعقول وبغي يجي لدارنا وصافي قرر باش يجي لدارنا، وانا كنفكر ما من غير دار فين غنجيبو، اش غيشوف؟ غيشوف بابا بحال هكاك، غيشوف هديك الحالة بحال هكاك، كيفاش غنقول ليه؟ كيفاش غنعاود ليه؟ عاودت لماما ودويت معاها قلت ليها اشنو كاين، كاين كاين واحد ولد الناس معايا حتى هو استاذ معايا في نفس المؤسسه، راه ناوي المعقول وبغى يتزوج بيا. ماما بالصدمه الاولى اللي طرات ليها قالت لي نشوف شوفوا نهضر معاه حد يجي. لقات معاه ماما شافته دوا معاها وقال ليها خالتي راه ناوي المعقول وهادي، وحاول ليها زعما كل شيء اللي كاين وهادي وهادي. فإذا ماما كانت فاجئة بيه كتسولو كتقول لي واش نتا ولد فلانة بدون ذكر الأسماء، واش نتا ولد فلانة؟ لا قال ليها أنا هو ولد فلانة. ماما ما تبدل فيها والو، كدواج معاه كداير لاباس كداير فلانة، سلم عليها وتهلا في راسك ودي ويكون خير ان شاء الله. انا فرحت قلت زمان كاين راجل اللي غيعوضك على الحال ديال الاب اللي ما عندكش وما عشتيهش وما ما عمرك ما حسيتي بيه. قلت زعما ماما كتعرف زعما يعني غادي تكون عارفه شنو كاين، ما غاديش نكذب عليك اخويا صامو داك يعني بحال هذاك الدري ولا كيبان ليا هو كلشي في الدنيا، وهو حتى هو بحال هكاك يعني ما عمرني شفت منو شي حاجه العيب، ما عمرني شفت منو شي حاجه خايبه. فاذا بي كنت فاشل ماما كتعيط ليا وكتقول لي غادي تجي عندي دابا دابا غتجي عندي دابا، ما فين ما كنتي وشنو ما كنتي كديري غادي تجي عندي. جيت فعلا جيت عندها جيت عندها فإذا بي كتفاجئني وكتقول لي بلي هذاك راه خويا اللي سمح فيه سمح لي بابا مع المرة الأولى مع المرة الثانية، خويا اللي سمح لي مع المرة الثانية ومشاو. كيفاش غنتقبلها وكيفاش قدرت نتقبلها؟ ما دخلتش ليا لراسي، ما استوعبتهاش نهائيا كاع، ما هزيت راسي وخرجت خرجت لدى بكريف بوحدي كريف بوحدي وما ما عرفتش شنو غنقول، ما عرفتش كيفاش نقولها لي، كيفاش غنقول ليها انا الدري اللي باغي تزوج بيها واللي كتحلم معاها واللي كتوجد معاها راه اختك، ولا انا راه بنت الراجل اللي سمح فيك ولا حك في كرش موك، ولا ما عرفتش شنو غندير والله ما عرفت. انا دابا باقي كنمشي للمؤسسه وباقي كنتلاقى معاها كنحاول نتفادى مع الهضره، ولكن راه ما يمكنش. ما عرفتش اخويا اصلا شنو غندير والله ما عرفتش، انا مزوقه فيكم الا ما عاونوني وعطوني الحل، راني ما عرفتش صافي راسي تبلوكا وحياتي ترونات. واش سيد اللي كتوجدي معاه وكتحلمي معاه وكتخططي معاه وما ما خليتي ما دوزتي معاه كيطلع اخوك في الاخر؟ ما يمكنش، شي حاجه صعيبه الصراحه ما يمكنش. انا خويا بغيت غنقول الوالدين تقوا الله في ولادكم على العار، الناس اللي بحال هكا ما كيحللو ما كيحرمو غير كيولدو في الحرام، تقوا الله على العار، تقوا الله في راسكم وتقوا الله في وليداتكم، راه هادشي اللي كديرو راه صعيب راه ميمكنش، راه كتزعزعو العرش ديال الرحمن كتخرجو على شعب أر لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا خويا صام قلت لك القصة ديالي وكنتمنى تحطها وكنتمنى نكون من الناس اللي غتهز القصة ديالهم
بغيت الناس اللي يفيدوني وبغيتهم يقولوا لي شنو ندير. انا ما عرفت شنو غندير، انا يتلفت صافي ما عرفت شنو غندير. شكرا بزاف اخويا صامل على الاستماع ديالك، شكرا بزاف، الله يحفظكم. العوان فعلا الله يحسن العوان. ما بقى لينا اصدقائي الاعزاء صديقاتي العزيزات الا ان نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى دور جديد بحول الله. ايها الموجوع صبرا ان بعد الصبر بشرى، ايها الباكي بليل سوف ياتي النور فجرا.